أخبار اليوم. كاتب ومخرج، ممثل ومبدع، مؤلف قصصي ومسرحي، إنه الفنان خالد الصاوي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 51. ولد في 25 من نوفمبر عام 1963 بمدينة الأسكندرية. حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1985، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون عام 1993. عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم مساعدا للإخراج، ثم مخرجا تلفزيونيا بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة، كما عمل مساعد مخرج في بعض الأفلام. بدأ الصاوي مشواره الفني على المسرح الجامعي، واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح. كتب وأخرج للمسرح وفاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحي لعامي 1991 و1992 عن مسرحيتي من إخراجه، وهما حفلة المجانين وأوبريت الضرافيل. كان أحد أبرز الفنانين الذين شاركوا في ثورة 25 من يناير، وهو من أعضاء حركة كفاية للتغيير، كما قام بكتابة العديد من القصائد الثورية، منها كأنها نهاية التاريخ وعايز أعيش، كثير من القصائد التي يضعها على مدونته الإلكترونية. مثل في العديد من الأفلام أبرزها ميكانو والجزيرة، أدرينالين، عمارة يعقوبيان، والفيل الأزرق، وأيضا العديد من المسلسلات أهمها أهل كيرو وخاتم سليمان وتفاحة آدم. إنه خالد الصاوي، شاعر الثورة. مصطفى سعد، أخبار اليوم.